توبيا. احمد الشيمي من محافظه بني سويف، انا شغال هنا في مجال الرسم من سنه 96. انا جيت دهب بهرتني جدا وعجبتني، بلد صغيره وجميله وهاديه، مسمينها بلد السحر والجمال. ده طبعا قماش عادي يعني زي كده، ده قماش اهو، دي لوح قماش، ودي الوان اسمها الوان بيجمنت، الوان طباعه. اللوحه طبعا دي مشدوده على خشب، بطلعها والفها عادي وسهله الشخص يسافر بيها ايطاليا انجلترا فرنسا اي دوله مهما كانت، مش صعبه. طبعا سائح مصري او اجنبي احنا معاملتنا معاهم واحد، بس الفرق ان احنا مثلا السائح المصري ده ابن بلدنا، لازم ان ايه يعني يكون مثلا ايه يعني ليه اسعار يعني مخفضه شويه. السائح الاجنبي برضو اسعارنا حلوه معاه، بس ايه بس المصري ده يعني احنا عارفين انه جاي يزورنا وجاي يشوف معالم بلده، لازم ان ايه يلاقي معامله حلوه عشان يعني يروح له لاصحابه ويجي لنا تاني. وفعلا ده اللي بيحصل، احنا رسالتي لجميع المصريين ولجميع الفئات انهم يجوا يشوفوا بلدهم هنا اللي ما شافهاش من زمان. لا دي فرصة انك انت تشوفها في الايام دياتي، وطبعا حاليا بقت مفتوحة مش زي زمان ايه صعب انك انت تخش بلدك. لا دلوقتي الحكومة بصراحة ميسرة لجميع الناس انك تيجي تخش تشوف سينا، تشوف طابة، تشوف دهب، مدينة السحر والجمال، تشوف شرم الشيخ. وباذن الله اذا اللي هيجي هنا هيرتاح معانا وهيصاحبنا ويبقى صديق لينا هنا، يعني هيجي زائر هيمشي صديق باذن الله.